بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات مادة المحاسبة في المنشآت غير الربحية في لقائنا السادس من سلسلة المحاضرات الحية الخاصة بهذه المادة، والتي تقدم لطلاب وطالبات مادة المحاسبة في المنشآت غير الربحية، المادة الخاصة بطلاب وطالبات المستوى السادس في تخصص المحاسبة في برنامج التعليم عن بعد المقدم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. توقفنا في المحاضرة الماضية عند نقطة أننا سنبدأ هذه المحاضرة من عند الموازنة العامة للدولة، أو كيفية إعداد الموازنة العامة للدولة، وسنبدأ منها بمشيئة الله.
نعم، كان ما توقفنا عنده المحاضرة الماضية عند الموازنة عند هذا الموضوع، وسوف نبدأ من هذا الموضوع في هذه المحاضرة بمشيئة الله. الحديث عن الموازنة. أولا، يعني أنا بيقدم لهذا الحديث حتى يمكن لنا أن نعتبر أن هذا الحديث حديث مفهوم. أود أن أقدم لهذا الحديث حتى نقدم أفكارا مفهومة. الموازنة أقصد بها الموازنة العامة للدولة، معروف. يعني أنا إذا قلت الموازنة، وش الموازنة؟ الموازنة المقصود الموازنة العامة للدولة. طيب، الموازنة العامة للدولة هذه تعد كل كم؟ تعد سنويا. المفترض أن تعد الموازنة العامة للدولة سنويا. طيب، الموازنة العامة للدولة تقديرية ولا فعلية؟ لا، الحقيقة أنها تقديرية. الموازنة العامة للدولة تقديرية، بمعنى الآن إحنا في مطلع شهر 7 ميلادي، إحنا الآن في مطلع شهر 7 ميلادي. الآن أجهزة الدولة المعنية، أجهزة الدولة المعنية في المملكة العربية السعودية من وزارة مالية وغير وزارة مالية، بالمناسبة مش بس وزارة مالية، وزارة مالية وغير وزارة مالية، تبدأ من الآن الإعداد. لماذا تبدأ من الآن الإعداد للموازنة العامة للدولة؟ تبدأ من الآن للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد الذي يبدأ من يناير 2022. من يناير 2022 يبدأ العام الدراسي الجديد، أو العام، آسف، مش العام الدراسي، العام المالي الجديد. طيب، هذا العام المالي الجديد يعتمد أو من المحدد فيه أو من المطلوب فيه أنك والله تقدر الموازنة العامة للدولة فيه. ينبغي عليك أنك تقدر الموازنة العامة للدولة فيه في هذا، يعني في هذا العام. طيب، ليش تقديرية؟ ليش مش فعلية؟ ليش الأرقام ذي أنت تقول لي أنها أرقام تقديرية ليست أرقام فعلية؟ ليش تخليها أرقام تقديرية؟ ليش ما تقول لي أنه والله ذي أرقام فعلية وخلاص؟ ليش هذه أرقام تقديرية؟ هذه أرقام تقديرية لأنها ليست أرقام حقيقية بطبيعة الحال. كيف مي بأرقام طبيعية بطبيعة الحال؟ مي بأرقام طبيعية لأني أنا قاعد أقدر، قاعد أتوقع. أنا ما بعد يمر علي سنة 2022 عشان أقول لك والله أنا عندي الأرقام الفعلية ل 2022. أنا إلى الآن ما عندي الأرقام الفعلية لميزانية 2020/21. أنا إلى الآن ما عندي الأرقام الفعلية لميزانية 2021. لماذا؟ لأن 2021 ببساطة لم تنتهي بعد. فأنا يعني ليس عندي كامل الإيراد أو كامل المصروفات المتعلقة بسنة 2021 الفعلية منها. ولا تقديرية؟ لا، قدني مسوي لها تقديرية قبل لا تبدأ السنة. مسوي لها تقديرية 2021، مسوي لها تقديرية من العام. مسوي لها تقديرية من سنة، من نهاية سنة 2021، آسف، من نهاية سنة 2020. لكني أنا اللي مو بعندي إني أنا ما عندي الـ الأرقام الفعلية عن السنة. لا، الأرقام الفعلية عن السنة الحقيقة أنها مو بعندي. فالموازنة تعد بصيغة سنوية، وهي موازنة تقديرية ليست فعلية. الموازنة تقديرية وليست فعلية، تقوم على تقدير الميزانية. بعدين بعد نهاية العام المالي يمكن لي أن أحصل على الأرقام الفعلية. بعد نهاية العام يمكن لي أن أحصل على الأرقام الفعلية، فعلا الأرقام الفعلية اللي هي الأرقام الفعلية الحقيقية يمكن لي أن أحصل عليها وأقدر الفرق اللي بينها وبين الموازنة التقديرية. الجهاز أو المجموعات الأكثر كفاءة مالية، يعني الجهات ذات العلاقة أو الأكثر قدرة ماليا على توقع موازنة قريبة من الميزانية الحقيقية، هؤلاء اللي يتوقعون موازنة قريبة من الميزانية الحقيقية، هؤلاء الأشخاص الأكثر كفاءة مالية. ليه؟ لأن تقديره للمصاريف والإيرادات المالية في المستقبل جاء مطابق للحقيقة والواقع. تقديره للمصاريف، المصروفات والإيرادات في المستقبل جاء مطابق للواقع. وهذا هو اللي مطلوب.
طيب نيجي الآن عند إعداد الموازنة. يمر إعداد الموازنة بمراحل عدة، تبدأ بتحديد أساسي ترتيب البيانات، تبويب الموازنة، تحديد طريقة تقدير الإيرادات والمصروفات بعد التبويب، تقدير بنود الموازنة، ثم يبدأ المسؤولون عملهم بعد تحديد الأسلوب والطريقة إعداد الموازنة، وينتهي الأمر بإصدار ضوابط يجب التزام الجهات التنفيذية بها. الجهات اللي تنفذ يعني الموازنة يجب أن يلتزموا بهذه الضوابط اللي هي قواعد تنفيذ الموازنة. تبويب الموازنة أي تجميع البيانات المتشابهة، إيرادات ومصروفات في مجموعات رئيسية وفرعية متشابهة في خصائص معينة، يعني مثلا مصروفات التعليم في بنود قريبة من بعض، مصروفات الأمن والدفاع في بنود قريبة من بعض، مصروفات الصحة في بنود قريبة من بعض، وذلك بحسب أساس محدد من أسس التبويب التنظيمي أو نوعي أو وظيفي. لماذا التبويب أو التصنيف للموازنة مهم؟ لماذا التبويب أو التصنيف للموازنة مهم؟ ليش يقول لك والله التبويب للموازنة هذا أمر ضروري وأمر مهم؟ لماذا؟ هي وظيفة هامة لنظام المحاسبة الحكومية، تسهم بفعالية في تسهيل إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها. هذه الكلمة المفروض أنها والرقابة عليها. اثنين، إعداد وتصميم المجموعة المستندية والدفترية لنظام المحاسبة الحكومي. ثلاثة، إعداد التقارير الدورية والحساب الختامي للدولة في توقيت محدد متضمنة بيانات متكاملة. أربعة، تسهيل عمل الجهات التشريعية والرقابية في تحليل الآثار المالية والاقتصادية لسياسات الدولة. الآن نأتي لأسس تبويب المصروفات. أولا عندنا الأساس الموضوعي النوعي اللي فيه نوع الخدمة أو السلعة أو الغرض من إنفاق أبواب ومجموعات وبنود مختلفة. بعدين عندي إذا جيت أبي أصنفها إداريا، عندي الوزارات والإدارات والهيئات العامة للتعامل مع نوع الخدمة والسلعة. بعض المصروفات لا يمكن ربطها بوحدات إدارية مثل نفقات الدين العام، الدعم والطوارئ، هذه ما أقدر إني أنا أحدد لها وزارة معينة لأنها خاصة بالجميع، خاصة بجميع أوجه الإدارة الحكومية. الدور الوظيفي، أنشطة وظائف الدولة، التعليم، الصحة، العدالة، الدفاع، الأمن، يعني هذه غالبا يعني هذه غالبا الأنشطة والوظائف اللي منوط بالدولة أن تقوم بالصرف عليها. التعليم، الصحة، العدل، الدفاع، الأمن، والمصروفات الاقتصادية الطبيعية، يعني من المفترض أن يكون هناك نفقات متكررة، هناك حساب جاري فيه نفقات متكررة ودورية لازمة لتأدية الخدمات، وهناك يعني انفاقات رأسمالية. شو الفرق بين الانفاق الرأسمالي والانفاق الجاري؟ الانفاق الجاري انفاق جاري مصروف على أنشطة تشغيلية، يعني هذا الانفاق الجاري مو برايح في أصول، انفاق جاري والله رواتب مثلا، المال اللي تصرفه الحكومة كرواتب هذا يعد انفاقا جاري. ليه؟ لأنه والله هذه مصاريف تشغيلية، هذه كأنها مصاريف تشغيلية. أنا عشان يكون العمل، يعني عشان يكون العمل عملا جيدا، أو لا يعني عشان يستمر العمل يعمل بشكل جيد، أنا أحتاج إن هذا يعني هذا العمل
نعم، فكنا نقول أن الإنفاق الجاري إنفاق في مبالغ تشغيلية. الإنفاق الجاري هو إنفاق في مبالغ تشغيلية. هذا الإنفاق في المبالغ التشغيلية لا يرتجى من ورائه أنه إنفاق رأسمالي. ماذا أعني بالإنفاق الرأسمالي؟ الإنفاق الرأسمالي اللي هو تأسيس الأصول، بناء مباني، شراء سيارات، أصول للجهات الحكومية. لا، الإنفاق الجاري ما يعني أني أنا قاعد أستثمر في أصول. لا، الإنفاق الجاري ما يعني أني أنا قاعد أستثمر في أصول. الإنفاق الرأسمالي يعني أني أنا قاعد أستثمر في أصول. الإنفاق الرأسمالي نعم يعني أني أنا قاعد أستثمر في أصول، لكن الإنفاق الجاري لا يعني أني أنا قاعد أستثمر في أصول. أسس تبويب الإيرادات، الآن نتكلم عن الإيرادات، تنعدم علاقة السببية بين إيرادات الوحدة ومصروفاتها. مش بالضرورة أن هناك سبب بين إيرادات الوحدة الحكومية وبين مصروفاتها. يعني والله أنا أقول إن لأني أنا أصرف في هذا الباب فلذلك تجيني هذه الإيرادات، مش بالضرورة. مش بالضرورة أن هناك علاقة سببية بين الإيراد وبين المصروف، هذا مش منطقي. يعني هذا ليس واقعا. فكرة إني أنا أقول والله أن هناك علاقة سببية بين الإيراد والمصروف، لا، مش صحيح. فلا يوجد ارتباط بين أسس تبويب المصروفات وبين أسس تبويب الإيرادات. التبويب الشائع للإيرادات هو التبويب الطبيعي، أي تبويب وفقا لمصادرها الاقتصادية إلى إيرادات. إيرادات جارية، رأسمالية، ذاتية، تحويلية. رأسمالية بمعنى أني أنا محولها قروض وتسهيلات ائتمانية، أنا مقترض، الجهة مقترضة لسبب ما. الجهة والله اقترضت لأنها تود أن تمول مشروعا، تمول إنفاقا معينا. يمكن اتباع تبويب نوعي موضوعي، مبيعات سلع وخدمات، ضرائب ورسوم سيادية. هذه يعني هذا 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 هذه المبيعات القرار فيها قرار سيادي. مفهوم الإيرادات والمصروفات في ضوء تبويبات الموازنة يختلف مفهوم الإيرادات والمصروفات في الوحدات الحكومية عن في المنشآت التجارية. فالإيرادات أو المصروفات هي تدفقات نقدية داخلة وخارجة. إيرادات الوحدة تؤول إلى ميزانية الدولة، ولا يمكن للوحدة، ها انتبه، ولا يمكن للوحدة الصرف من هذه الإيرادات مباشرة. يعني مثلا أجي أقول لك والله أنا مستشفى حكومي، لكن في جزء من خدماتنا نقدمها لمن يحملون حاملي التأمين الطبي لشركة بوبا مثلا. زين، احنا عندنا مستشفى حكومي، مستشفى حكومي، لكن جزء من الخدمات المقدمة هي خدمات احنا نقدمها لمن؟ هي خدمات احنا نقدمها للناس اللي يحملون التأمين الطبي. نقدمها للناس اللي يحملون التأمين الطبي، فبالتالي عندنا خدمات نقدمها بالمال. اجي اقول والله انا بناء على ان عندنا ايراد، فجينا والله احنا في بداية سنة مثلا 2021 حاسبونا بوبا للتأمين عن كل المرضى اللي تعالجوا عندنا على التأمين الطبي في سنة 2020، ودفعوا لنا مثلا مبلغ 10 مليون ريال. اجي اقول لك والله هذا ايراد للمستشفى، انا يحق لي اني اصرفه. لا لا، ما يحق لك انك تصرفه. ليه؟ هذا إيراد وحدة حكومية، خلاص توردة حكوميا، توردة حكوميا. الدولة الجهة الصارفة، الجهة المنفقة، الجهة المسؤولة عنك، هي اللي تخولك، تقول والله يا جماعة ترى احنا محتاجين ان احنا نصرف في هذا الباب، تأخذ اعتماد، ما تصرف من راسك. ما تقول والله هذا إيراد مستشفانا، احنا اللي محققين هالإيراد، فاحنا من باب اولى يحق لنا ان احنا نصرف. لا، مو صحيح، ما يحق لك انك تصرف. الدولة هي من ينبغي لها أن تتخذ هذا القرار، سواء في الصرف على يعني في الصرف في هذا الباب أو عدم الصرف عليه. إيرادات الوحدة تؤول إلى ميزانية الدولة، ولا يمكن للوحدة الصرف من هذه الإيرادات مباشرة. يتم تخصيص اعتمادات في ميزانية الدولة لتمويل مصروفات الوحدة بغض النظر عن إيراداتها ودون إجراء مقاصة. المقاصة بين الإيرادات والمصروفات تتم على مستوى الدولة، فيتحدد العجز ويتم تغطيته بالاقتراض أو بوسائل أخرى أو فائض يؤول إلى احتياطي الدولة. يعني مثلا أنا عندي جهة مصروفاتها أكثر من إيراداتها، فهي عندها عجز، الجهة دي عندها عجز، هذا العجز تغطيه الدولة، أو إن والله إيراداتها أكثر من مصروفاتها
فهي تورد الإيرادات للدولة على أنها فائض يؤول إلى الاحتياطي العام للدولة. تقدير بنود الموازنة قد تكون أهم مراحل الموازنة، اللي هي تقدير بنود الموازنة. إذن من أهم مراحل الموازنة، أو قد تكون المرحلة الأهم، قد تكون المرحلة الأهم من مراحل الموازنة هي تقدير بنود الموازنة. اللي أنا أقدر، ليش المرحلة الأهم؟ لأن أنا هنا قاعد أخصص. ليش أنا قاعد أسميها ذي المرحلة الأهم؟ المرحلة الأهم لأنها ببساطة هي المرحلة اللي أنا قاعد أخصص فيها، هي المرحلة اللي أنا قاعد أحاول بقدر ما أستطيع، هي المرحلة اللي أنا قاعد أحاول بقدر ما أستطيع أني أنا أقدر الميزانية فيها. أنا أحاول أني أقدر الميزانية فيها، أقدر المصروفات بشكل دقيق، أقدر الإيرادات بشكل دقيق. يتوقف عليها مدى دقة التقدير الصحيح. سلامة الموازنة، إدارة وضبط المال العام، تصدر الجهة المسؤولة بالدولة قواعد ونظم تكفل دقة التقدير وتحديد طرق التقدير الأنسب. عند تقدير البنود يجب مراعاة في عدد من الأشياء التي ينبغي مراعاتها عند تقدير البنود. عندنا عدد من النقاط اللي ينبغي مراعاتها عند تقدير البنود. نعم، عند تقدير البنود يجب مراعاة أولوية التقدير. هل المصروفات أولاً ثم تدبير الإيرادات لتمويلها؟ هل الإيرادات أولاً ثم تقدير المصروفات في حدودها؟ اثنين، دقة تقدير المصروفات. المغالاة قد يشجع الإسراف لاستنفاد الاعتمادات. ها، عشان كذا قال لنا إن تقدير بنود الميزانية واحدة من أهم النقاط في الميزانية. فهو يقول لك أنت ينبغي عليك أنك يكون عندك دقة في تقدير المصروفات، فالمغالاة في المصروفات قد يشجع الإسراف لاستنفاد الاعتمادات. التقدير العكس،
قاعد يقتر هناك. إذا أنت قترت في المصروفات هذا يعني قصور في الخدمات، وهذا يعني أنك في وسط العام المالي قد تطلب اعتمادات إضافية، وأنا قايل لك استعد من أول، ولا استعدت من أول، وفرض أعباء إضافية لتدبير الاعتمادات الإضافية، دقة تقدير الإيرادات، المغالاة. إذا غاليت في تقدير الإيرادات، بمعنى أنك زدت من قيمة تقديرك الإيرادات، فهذا يعني أنه بتصير عندك إيرادات وهمية تستتبعها قصور في تمويل النفقات. التقتير بيكون عندك ضغط إنفاق وتعطيل لمصالح الناس، وربما الاقتراض بلا مبرر لتمويل عجز لتقدير خاطئ، مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة والتي تسهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار المجتمعي. 5 اتباع طريقة تقدير مناسبة حسب طبيعة البنود، منها الآلية أخذا في الاعتبار فعاليات السنة السابقة. يعني أنت عشان تقدر بشكل سليم، شف العام الماضي وش التقدير الفعلي انتهى عليه، أو وش التقدير الفعلي، الميزانية الفعلية انتهت على إيش في العام الماضي، عشان تعرف أن يعني هل رقمك السنة هذه سيكون قريبا من العام الماضي أو لا. التعديل النسبي، تعديل بعض فعاليات السنة الماضية مراعاة لظروف متوقعة بحسب ما تسفر عنه التقديرات بنسبة معينة. المتوسطات الفعلية، متوسط 3 سنوات أو 5 سنوات سابقة، تعرفون المتوسط إني مثلا أجي أقول لك والله عندي المتوسط هذا مهم إن احنا نعرف وش المتوسط. المتوسط سنة 2020 100,000، أجي أقول لك والله المصروفات في 2017 100,000، في 2018 150,000، في 2019 200,000، في 2020 250,000، في 2020 21 2021 صارت 300,000. أقوم أحسب 100 150 200 250 300,000، هذه كم سنة؟ 100 150 200 250 300,000، هذه 5 سنوات. الحين أجي أحسبها، 100,000 زائد 150,000 250,000 زائد 200,000 صارت 450,000 زائد 250,000 صارت 600,000، صح؟ لا، صارت 700,000. 700,000 زائد 300,000 صارت مليون. مليون أقسمها على عدد السنوات، أقسمها المليون على عدد سنوات، مليون تقسيم 5، لأن أنا عندي 5 سنوات، 17 18 19 20 21، أقسمها على 5. إذا قسمتها على 5 بيقول لي والله متوسط المصروف مليون تقسيم 5 كم؟ مليون تقسيم 5 200,000. فهو يقول لي إذن المتوسط، متوسط المصروف في هذه الحالة 200,000. متوسط المصروف في هذه الحالة، هو يقول لي إذن أصبح متوسط المصروف في هذه الحالة 200,000، أصبح متوسط المصروف في هذه الحالة 200,000، وهكذا. إني أنا أجمع المصاريف، أبي أطلع متوسط مصروف أو أبي أطلع متوسط إيراد، أي منهما، إيراد أحسبها بالإيرادات، مصروف أحسبها بالمصروفات. الطريقة المباشرة، الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحجم النشاط وظروف كل بند وفعاليات السنة الماضية. الأساس الصفري اللي يتجاهل الماضي تماما، ما يأخذ يعني بالماضي ويدرس المستقبل، قد يستخدم كأسلوب لإعداد الموازنة وليس أساس تقدير. الآن نروح إلى مراحل الإعداد. تمر الموازنة بعدة مراحل، وربما يتفق الباحثون والمسؤولون عليها. الأولى، وضع التقديرات للسنة المالية المقبلة بواسطة الجهات والأفراد المكلفين بتنفيذها مستقبلاً بناءً على التعليمات الصادرة والتعلق بالسياسة العامة للدولة، ويتم تجميع التقديرات من مختلف الوحدات التابعة للوزارة، مصلحة مركزية لإعداد موازنة الوزارة، مصلحة الثانية، ترسل موازنة الوزارات والمصالح المختلفة إلى وزارة المالية، حيث تقوم وزارة المالية ب التأكد من صحة التقديرات، مراعاة التعليمات، الأنظمة اللي انت عطيتها للجهات الحكومية وهم قاعدين يقدرون الموازنة، قلت لهم ترى يا جماعة ها خذوا في الاعتبار النقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم، هذه نقاط ينبغي عليكم أنكم تأخذونها بالاعتبار إذا جيتوا تعدون الموازنة، مراعاة التعليمات، مناقشة التقديرات مع القائمين عليها وتعديلها عند الحاجة.
إلى ضرورة تعديل تجميع الموازنات المتعددة وإعداد مشروع موازنة الدولة. الثالثة مناقشة مشروع الموازنة من مستويين، السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء والسلطة التشريعية النيابية ممثلة في المجلس النيابي. الرابعة إجراء التعديلات التي أقرها المجلسان ورفعها إلى رئيس الدولة لإصدار الموازنة بقانون. إحنا تشريع الميزانية دائما يصدر من خلال الملك. الملك هو من يقوم بتشريع أو بتصدير الميزانية بحكم أنه هو المشرع الرئيسي. الملك هو يعني هو الجهة المخولة بالتشريعات. هي الجهة المخولة بصك التشريعات أو بإصدار التشريعات. فهو الجهة اللي يصدر الموازنة، فإحنا نرفع التقديرات كلها إلى المقام السامي، والمقام السامي يقوم بمناقشتها ثم إصدار قراره النهائي حولها. نعم. وتصبح الجهات المعنية ملتزمة بتطبيقها، وعلى أساسها تتم رقابة التصرفات المالية. الخامس تنفيذ الوحدات ما ورد بالموازنة من تحصيل إيرادات وصرف نفقات مع رقابة متزامنة من طرف مراقبين من وزارة المالية، مع قيام البنك المركزي السعودي عندنا مؤسسة النقد كبنك للدولة. مؤسسة النقد تغير اسمها، يعني الاسم التقليدي القديم مؤسسة النقد العربي السعودي تغير، لم تعد مؤسسة النقد العربي السعودي تحمل ذات اسمها القديم، أصبحت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم البنك المركزي السعودي. أصبحت مؤسسة النقد اليوم هي البنك المركزي السعودي. قواعد عامة لتنفيذ الموازنة لكل باب من أبواب الموازنة. القواعد التنفيذية الخاصة به، كما يصدر مع قانون الموازنة قواعد وتعليمات عامة من وزارة المالية، من أهمها: أولا، لا يجوز زيادة إجمالي المصروفات الفعلية عن المقدرة. يعني أنا مقدر لك يا الجهة ذي أن مصروفاتك السنة ذي 10 مليون، ما يجوز أنك تزيدها، ما يجوز أنك تزيد، خلاص أنا مقدر لك 10 مليون، ما يجوز لك أنك تزيد. تقول والله بالشكوى لله زادت مصروفاتنا، لا، أنت عندك ليمت، أنت قايل أن الحد الأعلى لمصروفك في هذه السنة 10 مليون، إلا أن يكون لك استثناء. يعني لا يحق لك أن ترفع قيمة مصروفاتك، لا يحق للجهة الحكومية أن ترفع قيمة مصروفاتها دون أن تعود إلى الجهة المشرعة الأصل. الجهة المشرعة الأصل اللي هي من؟ اللي هي وزارة مالية. اللي تجي تقول والله وزارة مالية صار عندنا ظرف، احنا قلنا ان الاجمالي المصروفات عندنا من المفترض ان ما يتجاوز كذا، والله احنا مضطرين ان احنا نتجاوزه، هل من الممكن ان احنا نصرف او ننتظر السنة المالية الجديدة؟ الوزارة تقرر. الصرف على بنود غير واردة في الموازنة، ما يحق لك تقول والله انا البنود اللي انا كنت محتاجها في الموازنة تبين اني مش محتاجها، عندي بنود جديدة انا ما استحدثتها في الموازنة لكني بصرف عليها. ما تقدر، ما تقدر. الصرف على بنود غير واردة في الموازنة يعد مخالفة تقوم بها الجهة الحكومية. او اني انا انقل، اقول لك والله هذا المصروف كان مخصص لإنشاء مباني، لا أنا بنقله من إنشاء المباني إلى شراء سيارات. ما تقدر، ما تقدر. أن ينقل من باب إلى آخر أيضا هذا غير مسموح. يمكن إجازة ما سبق أحيانا بموافقة السلطة التشريعية. ممتاز. إني أنا والله أرجع للوزارة، أرجع لوزارة المالية، يا الجهة الحكومية أرجع لوزارة المالية أقول لهم والله ترى الوضع كذا، نعم احنا قدرنا ان مصاريفنا ينبغي عليها ان ما تتجاوز كذا، تجاوزت، ترى هي تجاوزت، واحنا محتاجين ان احنا نصرف على النقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم. قد يكون هنا يعني من الممكن، يعني قد يكون من الممكن ان يتم التجاوز. يعني اذا شاورت السلطة التشريعية اللي هي الوزارة المختصة ب توزيع المصروفات على الجهات، قد انها تقول لك اي والله خلاص ما في اشكال، احنا وافقنا لك، حول على كذا وكذا، حول من الباب الفلاني الى الباب العلاني مثلا. ايضا النقل داخل الباب الواحد من سلطة الوزير المختص. وجود احتياج فعلي هو ما يبرر الصرف وليس توافر اعتماد مالي. يعني انا مو بقول والله انا عندي اعتماد مالي، هذا الاعتماد المالي ماني مرجعه للميزانية وهو خلاص صرف لنا، فأنا بالتالي أشوف أشياء ما لها حاجة وأصرف عليها، لا غلط، بحجة أني أنا لا أود أن أضيع الاعتماد المالي، لا غلط.
الاحتياج هو المدار. عندك نقطة تحتاج انك تصرف فيها اسف، ما عندك نقطة تحتاج انك يعني ما عندك نقطة تحتاج انك تصرف فيها، من المفترض انك ما تصرف. من المفترض انك ما تصرف. ضرورة الالتزام بكافة تعليمات الشراء والمقاولات والمناقصات وبيع وتأجير أموال الدولة، هذا مهم. الخامس، كل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه حتى نهاية السنة المالية يتم إبطاله. ستة، تخضع كل العمليات لرقابة ممثلين لوزارة المالية في رقابة مسبقة. يعني أنت عملك هذا في ناس أودت، في ناس عملك في إعداد الميزانية، في ناس أودت، الناس المراجعين المحاسبيين اللي يراجعون خلفك. نعم، الموازنة التقليدية، موازنة البنود، أقدم صور الموازنة تمتازوا اللي هي الآن بنجي نناقش موازنة البنود. هي أقدم صور الموازنة تمتازوا بسهولة وبساطة الإعداد والتنفيذ والرقابة، سهولة فهم المتخصصين لها. يتم التبويب نوعيا للمصروفات والإيرادات، أبواب، مجموعات، بنود. يتم تخصيص اعتمادات لكل بند، يستعان بتبويبات فرعية إدارية كانت أو اقتصادية. أيضا هذا إكمال في الموازنة التقليدية. موازنة البنود تركز على تحقيق الرقابة المالية والقانونية، ينصب الاهتمام على التوازن الحسابي بين الإيرادات والمصروفات لتفادي الآثار الاقتصادية حالة حدوث عجز. تركز على تدبير التمويل اللازم للوفاء باحتياجات الوحدات الحكومية لإنجاز المهام المنوطة بها. اهتمام مسؤولي الوحدات بعدم تجاوزها. اهتمام مسؤولي الوحدات بعدم تجاوز الاعتمادات واستغلالها كاملة أكبر من الاهتمام بعائدها. الآن بيجيب لنا صورة من تبويب مصروفات ميزانية المملكة العربية السعودية كاملة، وهذا مثال مهم. شوف، لاحظ مثلا فصول كذا، وزارة كذا، حسابها كذا. وزارة التعليم العالي مثلا، من ضمن ما يصرف على وزارة التعليم العالي، من ضمن الجهات اللي تصرف في وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باب أول المرتبات والأجور، الباب الثاني المصروفات العامة، الباب الثالث التشغيل والصيانة، الباب الرابع المشاريع. لاحظ، ما أخصص لها مخصص واحد وخلاص، أقول هذا المخصص الواحد مخصص لكل المشاريع الخاصة بجامعة الإمام. لا لا، غلط. ما أقوم بتخصيص واحد، لا، أقوم بتفصيل المخصصات، بتفصيل المخصصات المالية الخاصة بالجامعة، بحيث إني أقول لك والله في باب للمرتبات والأجور، وفي باب ثاني للجامعة المصروفات العامة، وفي باب ثالث التشغيل والصيانة، وفي باب رابع المشاريع الرأسمالية الجديدة، بأسس مشاريع رأسمالية جديدة. ليش تفرقة المصروفات؟ ليش أنا ما أصرف المصروفات للجامعة تحت بند واحد؟ أقول لك خلاص، مصروفات جامعة الإمام، هم يحددون وش المرتبات والأجور، وش المصروفات العامة، وش التشغيل والصيانة، وش أبواب المشاريع. خلاص، هذه خلهم هم يحددونها، أنا ما يحتاج إني أحددها. ليش أنا أحددها؟ ليش أنا أقول والله أنا بحدد المرتبات والأجور، وأنا أحدد المصروفات العامة، وأنا أحدد التشغيل والصيانة؟ لأن هذا أسهل علي في الرقابة. هذه الطريقة هي طريقة أكثر سهولة علي في الرقابة. أنا اللي أراقب، آسف، اللي أراقب الميزانية بعدين، أسهل لي إني أقول لك والله يعني رقابيا، حتى أمنع إن المال هذا يتصرف فيه بدون وجه حق. أعطي مصروف كامل، أعطي مصروف كامل، وأقول والله هذا المصروف الكامل مخصص للجامعة، الجامعة ترى في المصروف ما ترى، يمكن للجامعة أن تعمل في المصروف ما ترى. هذا غلط، غلط. لا، أنا أحدد بأبواب. لماذا أحدد بأبواب؟ حتى يسهل علي الرقابة عليه، حتى يسهل علي الرقابة المالية لهذا المشروع. أنا يسهل علي أكثر مسألة الرقابة المالية لهذا المشروع. نعم، لعلنا سنختم عند هذه النقطة المحاضرة القادمة مشيئة الله، اللي هي يوم الغد. سنبدأ بالموازنة.
ضرورات التطوير الاتجاهات الحديثة وموازنة البرامج والأداء. يكون عندنا أيضا موضوع سهل، ضرورات تطوير موازنة البنود، إن كيف يمكن لي أن أطور موازنة البنود أكثر. بعدين بيعلمني على الاتجاهات الحديثة في إعداد الموازنة، جاب لك الموازنة وش الوظائف منها، يعني وش أهداف الموازنة، وبعدين بناء على الأهداف يحدد لك وش المطلوب اللي ينبغي عليك إنك تعمل عليه. إن شاء الله إن الموضوع حق يوم الغد يكون موضوعا سهلا وجيدا، ونتمكن من استيعابه بشكل واضح بمشيئة الله. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لحرصكم، أتمنى لكم أمسية سعيدة وألتقيكم على خير. السلام عليكم.